من جديد يسعد مساكم، اهلا وسهلا في الجميع. مكملين معكم في استراحة الظهيرة لهذا المساء. ضيفتنا اليوم داخل الاستديو هي زاهرة آل خضر، وهي تحديدا كاتبة مشهورة في الكتابة الإبداعية، وبالإضافة متخصصة باللغة الإنجليزية، تكتب الكتابات العاطفية والمتعلقة بقضايا المرأة، بالإضافة لشروعها بإصدار مؤلفها الأول ورقيا. أيضا تطمح للمزيد من النشر والتوسيع والتوسع في مجال دراستها وموهبتها. خلونا نرحب بزاهرة داخل الاستديو. مساء الخير زاهرة. مساء النور، اهلا وسهلا فيك، نورتينا. اهلا وسهلا. يعني بداية بدي اعرف منك، انت هلا في الجامعة قلتي لي سنة ثالثة، نعم. عم تدرسي لغة انجليزية. بداية يعني خلينا نحكي في موضوع الكتابة، متى بلشتي في الكتابة تحديدا؟ ويعني خلينا نحكي الطابع اللي بيغلب عليه كتاباتك. تمام. بصدق بلشت كتابة بعمر 9 سنوات. نعم. كان عبارة عن مشاعر مكومة، نعم. وبحاجة إلى ترتيب. حلو. وطبعا من صف تاسع، ولكن الكتابة أنت بتعرفي هيك طابع براءة فيها وهيك. فكانت الأمور مش بنفس القافية، مش بترتيب معين وهيك. فبس كان يعني الطريق اللي بروح له على أساس أنه أنا أفرغ شوي، أحاول أرتب. حلو، يعني كان في بدايات كتابية. نعم. في حس كتابي كان من أنت صغيرة. تمام، كيف طورتي هذا الموضوع؟ متى انطلقتي في الكتابة بشكل رسمي؟ تمام. بعدها بفترة طبعا صار انقطاعات. صار في أكثر من أحداث في حياتي كان لازم إنها تدون. حلو. يعني الكتابة أصلا، كتابتي بكتابي عديني بأنني سوف أحبني، كان بمخلوطة بين حقيقة وخيال. بين الحقيقة والخيال كان في فاصل. هذا الفاصل كان بيكتب أمور كنت بشعر فيها، أو حدا تاني شعر فيه، كان أنثى أو ذكر. وكنت بحاول انه انا ارتبه بطريقه معينه، احط فيه برضه مشاعري. حلو كثير. انت بتكتبي خواطر، روايات؟ خواطر. روايات. الكتاب اصلا خواطر. نعم، الكتاب اصلا عباره عن مجموعه خواطر بتسلسل معين. يعني انت ما بتقدر تقرا اخر شيء بعدين ترجع مثلا الخاطره رقم 9، لانه ماشيين بترتيب معين، في كل نص مكمله للثاني. بالضبط. بيفسر لي النص اللي حيجي بعده، حيفسر لي هاي الجمله انا اللي حكيتها، انا ليش عارف فيها، او هاي الانثى اللي انا عمالي بكتب عنها ليش حكت هيك. يعني لاحظت من كلامك عن الانثى بتهتمي كثير بقضايا المراه، ليه بالذات هاي القضايا اللي بتحب تحكي عنها او تسلط الضوء عليها؟ لانه لازم يتسلط عليها الضوء. لازم انها تجيها اكثر. هذا تحيز هلا بيحكوا عنك. مش تحيز، ولكن يعني بلا، مش لانه انا عمالي مش بعيش هذا الدور معناه انه هذا الشيء ما بيصير يعني مع الانثى الثانيه، او فلازم يكون اصلا في مجال بيركز على هذا الشيء. لازم كتاباتنا بالبنات، بعرف كثير بنات مبدعات ويعني كثير عندهم موهبه معينه، ولكن ما عندهم الفرصه. يعني ما لهم صوت. حلو. يعني انتي مثلا لمستي واقع مثلا انه بعض البنات او الانثى بشكل عام في مجتمعاتنا العربيه بتعاني من هاي، بتعاني من جوانب معينه، حبيت تسلطي الضوء عليها. واكثر من موضوع برضه حكى عنها، عن مين اعطى هاي الحقوق، مين وزعها الحقوق، على انها بتعطي للرجل وما بتعطي للمراه. حلو. في امور معينه برضه مكتوبه في نص اسمه لم نختر كوننا قوسا او مراه، وإله اصلا تفسير ليش قوسا او مراه، لانه احنا بايام المدرسه لما اجيت نحفظ رمز الفيميل والميل. بتعرفي كيف؟ فكانت المراه اللي هي عباره عن المراه. صح. يعني كونه احنا بنحب نهتم شكلنا ونطلع باحلى طله وهيك، والقوس كان الرجل. يعني تفسيرات صراحة جميلة، ويعني تعبير منطقي، يعني عم بصراحة أنا عم تقنعيني بأفكارك. لكن قديش يعني قديش اليوم إحنا بحاجة إنه إحنا نهتم زي ما قلتي بقضايا المرأة، وأيضا قضايا عديدة مجاورة لإلها. شو المواضيع اللي بتحبي كمان تطرحيها ولسه ما طرحتيها، عم بتفكري فيها بينك وبين نفسك، حتى تكون صراحة يعني كونه أنت عم تحكي بخواطر وبأسلوب جميل وملفت للقراء إنه تتطرقي لهذه الجوانب في المجتمع؟ حأحكي عن الفرص. الفرص، الفرص الضائعة يلي كتير منا حيوصل لسن معين ويندم انه بهاي الفترة اصلا ما حاولش يوصل لهدفه فيها. ما سعاش اصلا. حتى الفرص اللي تقدمت ما كانت له، ولما تتقدم ما كانت بالشكل يلي هو كان حابب يعبر فيها عن اسلوبه، طريقته، عن هوايته، يطلعها ويستثمرها مثلا. كانت الامور حتى لو كنت طفل انولدت بموهبه، حتكبر لسن معين تختفي هاي الموهبه. ليش؟ لانه المجتمع ودوره الكبير طبعا ما شاء الله في تاثيره لحياتنا، والاهل والاصدقاء، البيئه. صحيح. كلها بيلعب دور. ف
بيخفي هذا الحدا، بيخليه بلا موهبة، بعدين بصير بس أيام إنه يا الله أنا وأنا كنت صغير كنت بحب أغني بس ما إجتنيش فرصة إنه أنا أغني، أنا كنت بحب ممكن الكتابة. هو ما سعى لها الفرصة كمان لأنه ما في فرصة تقدمت له. أي إنسان لما يشوف فرصة تقدمت له بالموهبة بتاعته كان حيسعى لها. صحيح حيتمسك فيها بكل أظافره كل قوته. نعم. طب يعني ذكرت في البداية بأنه عندك إصدارك الأول رح يكون ورقيا قريبا. نعم. احكي لنا عن التفاصيل، يعني متى رح يكون العنوان، إيش رح تكون تفاصيل هذا العمل الأول؟ تمام. العمل الأول حكينا أنه باسم عديني بأنني سوف أحبني، والإشي عبارة عن حوار مع نفسي كأنثى. تمام. أنا أو أنتي أو أي أنثى أخرى آخر أخرى حنحكي فيه عن إحنا لقدام بأي إشي حيصير لازم نوعد حالنا أنه إحنا لازم نحبنا، نحب أنفسنا بالضبط. شو ما كنا اللي حوالينا مش متقبليننا، مش حابين الفكرة، مش معنا، مش داعميننا، إحنا سند كافي على أنه إحنا نكمل ونوصل لآخر نفس لآخر هدف. الكتاب ضمن كتير أشياء. وحكيت لك ركز على موضوعين اللي هم المرأة وصوتها. نعم. ولازم انها توصل موهبتها، توصيل موهبتها ضمن الفرص الضائعة. حلو. يلي اصلا بتتقدم ومرات ما بتتقدمش. ولكن في اكثر من حوار كان بيحكي عن السيد الفرص، احنا نحكي معه. عن انه حابين كثير انه يقدم لنا ويعمل لنا وهيك، انا عندي موهبة فلانية، عندي مثلا قدرتي على الكتابة، ولكنه كان واضع لي شروط معينة تمنعني، بتقص جناحاتي على انها تطير لاحلى من المكان اللي انا حابه اوصلها. بتخليني امشي بنفس الطريق اللي الكل ماشي فيه لانه هي محكومه انها انثى. زاهرة احكي لي، في المجتمع احنا حتى نتقدم او نحصل على مثلا فرص او حتى مثلا نحقق نجاحات، هل الدعم ضروري ولا لازم الانسان يكون داعم لنفسه وذاته؟ بالبدايه الداعم الاولي لاي انسان نفسه. نعم. يعني اذا انت جواكي ما كنتي داعمه حالك وحابه حاطه هدف معين حابه توصلي له، ما حتوصلي له طبعا. حتكون اي نسمه هواء بتمر قدامك توقفك تقول لك ستوب خلص انا ما بقدر اكمل. فاول شيء لازم تكوني انت داعمه لنفسك. ثاني شيء الشيء اللي بيقويكي اكثر اللي هو والدك، والدتك، اخواتك، فهم برضه العائله. خلينا نحكي بالضبط، يعني بقدر اقول انه الدعم الاول لك هو عائلتك زاهره. نعم. ربنا يخليك يا بعد طبعا رب العالمين والقدره اصلا اللي اعطاني اياها لاني انا احاول ارتب قطعه الصوف الموجوده جواتي بطريقه معينه بدون ما احكي طب انا لسه في شيء ناقص حاب اكتبه في هذا الموضوع. فكان تنفيس كثير كبير عن كميه مشاعر كانت حتتعبني لو ضلت. فكانت الورقه جميل. كفيل انه يريحني. جميل جدا. طيب يعني تخصصك لغه انجليزيه وانت بتكتبي في اللغه العربيه، ما بعرف هل في مثلا مشاريع انك تكتبي في اللغه العربيه؟ لما تخصصتي في اللغه العربيه بدل الانجليزيه؟ يعني تفاصيل هذا الموضوع. اول شيء اللغه العربيه بالنسبه لي كانت في المدرسه شيء صعب جدا. وبتكتبي انت كاتبه واللغه العربيه صعبه في البدايه، يعني في ايام المدرسه كانت يعني رعب بالنسبه لي. ماده العربي كانت بالنسبه لي حصه الانجليزي عباره عن ترفيه. مكان يعني خلص بغير جو من الرياضيات والاجتماعيات والتاريخ وهيك، فكانت الإنجليزية هي برضو يعني هيك مساحة حلوة بحب أكون فيها خلص مرتاحة، ما في هم، ما في إشي هيك، أنا لسه مش محضرة وهيك، حتى لما كنت محضرة أموري تمام. هقدر الحمد لله. بس ليه درستي طيب او ليه ما درستي مثلا عربي من باب انه انت كاتبه تنمي مثلا موضوع الكتابه؟ لان اللغه العربيه كمان يعني ضروريه جدا في مسيره الكاتب. طبعا بس اللغه بحر. يعني ما بتقدري تحكي انه انا لو درست لغه معينه حتكون كل حياتي ضمنها. احنا اصلنا يعني ناس عرب نكتب عربي. نعم. يعني هاي بالنسبه لنا يعني بالضبط مش سهل لانه اللغه العربيه عباره عن شيء صعب جدا. نعم. واي حدا بقابله بدرس عربي بالنسبه لي يعني هذا انجاز عن جد. احنا بنتمنى لك التوفيق صراحه زاهره، ما شاء الله عليك، يعني فكر جميل ونير. يعني بعد اصدار الكتاب الاول ايش عم بتفكري تعملي لقدام؟ ايش مفكره مثلا كتب معينه انت حابه تالفيها او عناوين معينه تكتبي فيها بعد ما تخلصي من الجامعه باذن الله؟ انت هلا سنه ثالثه، يعني باقي لك سنه ان شاء الله. ايش خطواتك القادمه؟ رح تستمري في مجال اللغه الانجليزيه عمليا ولا رح تتجهي لمكان اخر مشابه وقريب للكتابه؟ بالبداية إن شاء الله بعد التخرج حاشتغل على الآيلتس يعني أمتحن هاي الامتحانات كاملة. يعني أنا أصلاً هلأ مع دراستي بكون باخد دورات معينة على أساس أنه ما أخلص تخرج ولا أنا معي يعني برضو شهادات تانية. حلو. عشان أحس أنه أنا منجزة. عشان ما أحس أنه أنا بس حدا عمال وصحى لترتيب معين وروتين معين وحياة تقليدية. نعم. أنا أرفضها تماماً.
انا بالنسبه لي الحياه التقليديه عباره عن مرض، ما بقدر لها. حلو، بتحبي كل شيء جديد، خلينا نحكي. بالضبط، تمام. احنا بنتمنى لك كل التوفيق زهير. شكرا. ان شاء الله بنشوفك في الايام المقبله في مراحل يعني وباماكن صاعده ومتالقه. إن شاء الله. كل التوفيق لك، ومبارك يعني اصدار كتابك الجديد، ان شاء الله بشوف النور هيك عن قريب. ان شاء الله. ونحتفل فيك ايضا. كل الشكر لك زاهر الخضر، نورتينا لليوم. سعداء بوجودك معنا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك.